هذا سمعت اللي قلت طبعا متفق معك على انه ظاهر مثل الحاله الطبيعيه. دوركم الى ان الترجع ظهرك مكشوف ان شاء الله. تفتح فيه هذا الموضوع كان الين نشوفه نتاكدوا ان ما فهم نقص ثاني كيف اللي شرط ركله أدى السبب انه والله عاد جزء من اسباب الحاله اللي مرينا بها والله يسوى السبب نسبيا في الموضوع ويسوى ساهم في اطالته ويسوى ساهم في تعميقه ويسوى ما ساهم مثلا في المشاركه بطريقه فعاله بالحال اللي نتخطى بها هذه المشكله. ويعود نتائج التحقيق خلاصته تحقيقكم تقدموها من خلال بيان تقدموا به تعرضوا على مجلس الوزراء ان شاء الله ويحطكم على اطلاع من خلال طريقة الحلقه الرائعه هم اللي يطلبوا التفاصيل غير من اللي بين ذاك وذاك معناها قاعد من اللي اذا ترك من عندك اعمال تراكم عليك شوي ورك دائره العمل انت مستمر اللي نحل المشكله والله تخفف الهوغان قد صح التخفيف ويتابع العمل على مراقبه الطب الى ان الشاب ما دام ذكرت انه عاد تحسن على كل حال هذا ذات مبشر يعني الله يتابع هذا العمل الى ان نشوف ما تقارير والله البيان اللي دار كنت جيبون اللي يلا خلاص ذاك التحقيق يلا في نفس الوقت يشمل المقترحات في التغلب بطريقه مستديمه على هذه الحاله اللي قد نفهم معك والله كان قاعد كامل يفهموا معك.